ايه ليه ما اكون، ليه ما اكون انا بستاهل اكاديمي؟ ليه ما بستاهل؟ بستاهل. اوكي. ف اوكي السنه الاولى الثانيه انه بديت امشي بالجامعه وشاد حالي، امي بتحكي لي يعني اهلي بيحكوا لي شد حالك خلص اعمل بدك اياه. طبعا ابوي عادي مش فارق معه انه اروح على سار اكاديمي انه سنه اولى ثانيه، المهم بس انه بدوش زعل امي اكيد. فكان يضل يقول لي خلص تشد حالك بالجامعه واللي بدك اياه، انه عشان امك اهم شيء، يعني امك هاي بالدنيا كلها ولازم تضلها راضيه عنك. قلت له اوكي وهيني شاد حالي. هلا باخر فصل بدي اتخرج، اوكي عادي باخر فصل كنت بدي اجل الجامعه لانه ابوي خلص طفر بطل ما معوش يدفع لي، عرفتي؟ فشو طب شو فيه شو فيه شو فيه لا لا عم عندهم ايه عم بيسمع عم يسمع. فهلا انا بدي يعني خلص انه شو اعمل؟ طب الجامعه لازم اخلصها. سوري بس لا لازم فالجامعه انه خلص انه صرت صار انه فرض علي انه بدي اخلص جامعه عشان صار اكاديمي 5 بدي اقدم عليه. وانا كان المفروض انه اخر فصل اذا بخلصه بخلصه 28/8 7 9 انتم بتكونوا بالاردن. فهذا الفصل انه شو بدي اعمل؟ انه خلص الجامعه لازم اخلصها، انه امي يعني امي ما بقدر تغضب علي يعني. فابوي راح باع سيارته، راح باع سيارته قال لي خد ادفع للجامعه خلص جامعه وروح على السركن. ابوي بيحلم يشوفني بغني ومشهور فما بعرف بوقتها يعني بكيت بكى انه مش طبيعي، انه مش ما صدقت انه شو اللي عمله، عرفت كيف؟ وكنت طبعا اخوي عنده سياره، ابوي عنده سياره، كنت دائما سياره اخوي معي او سياره ابوي يعني مثلا بدي اروح على الجامعه اللي مرات اوصل ابوي على الشغل اروح انا بسيارته اذا ما بقدر اخذ مثلا سياره اخوي انه ما عندي سياره. فانه باع سيارته ابوي وخلصت جامعه وقدمت للسار اكاديمي. وهذا يا شباب الاشي اللي موجع راسي يعني بشكل مش طبيعي بتقولوا دائما في هذا اشي بسيط يعني. اوكي ماشي بدي ابكي ايضا. فهيني جيت على السار اكاديمي وابوي دائما بقول لي ارفع راسنا، وانا وعدت ابوي وعدت وعد قلت له وعد هذا عهد علي انه يا رب الله يطول عمره ومش السياره اللي باعها اجيب له احسن منها وارفع راسه وان شاء الله. هاي كلمتي دائما انه انا بدي ارفع راس اهلي اللي بدهم اياه، لانه ابوي ما قصر معي. انا ابوي ما قصر معي، ابوي لما باع سيارته بروح مواصلات صار على الشغل عشان اجي على سار اكاديمي. فبس هاي شغله يعني تتذكر انا قلت لك عندك كثير اشياء ما بتخليها تطلع لبرا، كثير كثير عم بتطلع اشياء لبرا اكثر وكثير شخصيتك عم بتصير احسن واقرب على كل الكنيس. انا اولها ما انه بس انا شخصيتي دائما ما بعرف احس في شغله بقول لك اياها يعني ما بعرف بس انا حسيت فخر كبير انه ستار اكاديمي هي كانت شيء اساسي انه بتدفشك تتكفي جماعتك، يعني هاي شغله كثير حلوه. وحتى العيله تدخلت في الشغله انه شو عادي انه بده يروح. امي تقول لا يخلص جامعه انه شغله نحكي فيها، انه مش شغله انه هيك شغله نحكي فيها من سنين نحكي فيها. وقد ايه ابوي كان متاكد انه اذا رحت سار اكاديمي راح انجح، وقال لي كلمه قال لي كون اسد، قال لي وهي الكلمه عن جد كثير متضايق منها، انه اي شيء بصير معي عم بتضايق، انه مرات بفوت بقعد ابكي بتضايق انه طب انه هل راح اكون قدها ولا لا. عشان هيك شباب اي حدا بيحكي لي انه خلص انه راسي موجوع راسي جد مش قادر، انه شباب شو يعني حدا ابوي يبيع سيارته عشان يكمل جامعه؟ يعني ما بتدخل راس حدا. ابوي انا اشوفه يصحى يروح يصير روح تاكسي على الشغل عشان انا اكمل جامعه واجي على سار اكاديمي، ما 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 بصير. فتضايقت كثير ولهلا متضايق من وقتها، من وقتها لهلا متضايق مش قادر مش يعني كل ما بضحك مش قادر اضحك، انه كيف انا اضحك؟ كيف اضحك؟ مع انه لازم اضحك ولازم غير انه لازم شخصيتي اللي انا مع انه يعني عم بحاول بس مش قادر. عم بتذكر انت ما عملت الحاجه، انت ما باباك مش باع سيارته وانت ما تقبلتش، انت دخلت اوريدي يعني خليك بوزيتيف مش بس ما بعرف شو اللي بصير معي ما بعرف.
شغله ما دام رولا بتفهمي ما فهمت انا كيف. فهمتك ما بعرف شو بصير ما بيقدر بعد يستوعب التضحيه الكبيره اللي عملها الوالد كرماله يعني حتى لو فات على السر اكاديمي هو بعده براسه انه والده ومعه حق والده عمل له خدمه كثير كبيره انه بيع سيارته وضحى كرمال هاي وبيعتبر انه فضل بيه عليه كبير مش بس بكل حياته بهي الشغله خاصه بقى كلنا بنفهمه لمحمد بليل اللي عم بيقوله لانه مزبوط اللي عمله الوالد له مزبوط كثير كبير بس بفتكر بيك انه كمان مبسوط فيك كثير انك هون يعني ما تحس هالتقل عليك كثير وحتى لما بحكي معه بتسمعوه اظن اكيد انه كثير مبسوط وسمعته لما قال لي رفع رأي انه انا اللي صار انه كنت في البيت قاعد بالبرندة حتى كنت يعني شوف انا وين وابوي وين اوكي ومتضايق طب هلا طب شو اعمل يعني طب الجامعة طب انه حكي وقبل بليلة كانوا عمي وقرايبي سهرانين عنا انه كنا نحكي حتى الموضوع فانا ابوي فرح رن علي ولا بيحكي لي محمد هين انا عندنا منطقه اسمها الحراج بقول لي انا بالحراج بعت السياره عشان تكمل الجامعه والله العظيم صرت ابكي بكى بدرمي حالي خلص انه شو فبس واكمل وامي يعني لما تشوفني متضايق بس تشوفني قاعد هيك متضايق بلاقيها بتبكي